ليلى عبد اللطيف بتعتبر نفسها من اولياء الله الصالحين؟ انا بشوف كذا 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 والعلم عند الله، بس انا هيك شايفه. طيب ما سالت الشيخ قال لك ايه؟ الشيخ بيقول لي يا ريتك ما حكيت. انا شفتك في احدى حواراتك قلتي انا امتلك علم الاله. انا بصوم رمضان وبصلي وانساني مؤمن. يعني ايه الالهام؟ اللي شفناه في الميتة ما حدا شافه. ما تلخبطينيش عشان ابتديتي تتعبيني. اسالك سؤال وتجاوبيني بصراحه. أكيد. اكيد اكيد اكيد. كل هذه الاستشارات اكيد مدفوعه الاجر. شوفي انا عمري رح حدش بيعمل دبل. لا لا انا راح اقول لك، ما انا جيت هون للصدق لانه بالزبط. ما في، وانت شايفاني انا معاكي ازاي؟ لانه طبعا مدام بسمه ما في شيء بيتخبى، اذا بدي اخبي عليكي ما راح اخبي على رب العالمين، ما في شيء بيتخبى بالدنيا ابدا. صحيح. وانا بحط راسي على المخده لاني امراه صادقه وبنام الحمد لله، نام بعمق لاني صادقه. انا لما حد شخصيه كبيره بيرفع ويقول لي تعالي انا بدي اتشارك معه شو بدي وما بدي، عيب. انا لي شرف اني اروح اقابل هالشخصيه، لما بقعد معه إن شاء الله يديني دولار وإن شاء الله يديني ألف وإن شاء الله، هو بقول أنا الحمد لله بس بيدي استلعيب ده رزق وإجاني الحمد. طبعا أنت بترضي بقى باللي بتاخديه، ما بتشترطيش أبدا ما بحياتي. خلي حد في مقابل يقولك، بس غير مشروع. خلي حد يقول لك يا مدام بسمة أن أنا اشترطت على واحد وقلت له ادفع هذا. طيب في مقابل ولكن غير مشروط. غير مشروط صح. لا بس في حاجه بقى تانيه عايزه اجابتها. حاضر. انت عامله ابلكيشن باسعار محدده. نعم. 300 دولار. نعم. وليكي استشارتين في الشهر. استشارتين؟ لا لا بالسنة. سؤالين. لا سؤالين لا. امال ايه؟ 12 شهر. ها؟ كل شهر 12 شهر. كل شهر؟ سؤالين. ويدفع 300 دولار. كل شهر سؤالين، هذا اللي ما بده يعني يحكي تليفون. طيب. على الابلكيشن، بس في استشارات على التليفونات اللي بده فوري دلوقتي، ان شاء الله بكون نايمه، ان شاء الله بكون وين ما كان، عم باكل مع اصحابي، اللي بده هلا في سعر، وفي سعر ناس بتحكيني عبر التليفون فيديو، ان شاء الله تكون في كندا، في امريكا، باستراليا، بيكلموني انا وهم بنقعد نص ساعه. وبيجددوا الاشتراك؟ لا مش لا الاشتراك اصله لو انت صدقتي معاهم حبيبي الاشتراك شيء، والتليفونات انا في ناس اللي معهم سنوات بيحكوني على التليفون لاني صادقه معهم، التليفون غير. يعني معنى كده انه الالهام مش لازم تنتظريه، هو حاضر عندك طول الوقت. لما حضرتك بتلفني لي صوت وصوره وانا بشوفك كانك قاعده معايا. أيوة. بقعد بحكي لك كل شيء، انت بتكوني طبعا دفعتي المسبق، وانا بقعد معك بحكي لك اللي انت بدك اياه، انا بعطيك حقك وانت بتعطيني حقي، هذا هو. يعني ده حلال؟ ما فيش حد بيشتغل ببلاش، يعني حضرتك قاعده هنا. لا 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 مش اخذ مقابل. ولا حقعد 24 ساعه على التليفون بدون ما اعمل شيء. هذا الالهام، ما بتكلمش على اللي مقابل اللي بمقابل او بدون مقابل. مدام بس هذا الالهام حلال ام حرام؟ لا حلال. بتعرفي ليه؟ حلال. لانه لما شخص وزير عنا بلبنان بيقول لي ليلى أنا فات بصفقة دي وعندي صفقة. طيب. دي اللي قصة هي الشاك. طيب قبل ما نطلع فاصل عشان ما تقوليش هو مش حاضر دلوقتي، أنا هطلع فاصل وعودي مع نفسك لحد ما أرجع من الفاصل. قولي لي حاجة واحدة. لا عني. مش عادي قدام الناس. لا قدام الناس أنا راضية وموافقة. أنا موافقة. أنا معرفش عنك حاجة على فكرة. أنا موافقة. أنا ما عنديش في حياتي حاجة يعني مخفية أبدا، حياتي كتاب مفتوح. قولي لي حاجة واحدة. نطلع فاصل ونرجع على إلهام واحد للمذيعة الفقيرة إلى الله بسمة وهبة من الست ليلى حبيبتي. قبل الفاصل أنا سألت ست ليلى عن توقع ليا أو إلهام ليا
لاني عايزه اجرب بنفسي. ف انا كل اذان صاغيه ليكي، وانا كتاب مفتوح، ما عنديش حاجه اخاف منها ابدا ولا يعني. لا هو انا هقعد انا وانت ساعه، انا مش هخليك تشتركي بالابلكيشن وتبعتي كل شهر سؤالين. انا هقعد انا وانت ساعه وهقول لك حاجات يمكن ما حدش يعرفها عنك غير انت، هاي اول شغله. تاني شغلة أنا قلت لك إنه في أحرف أنا بكتبها وأنت حطيها. أكتبها يعني مع بعض؟ لا ما تكتبها. أكون جملة؟ لا لا. هكتب هنا حرفين. أوكي. طيب. أوكي. يعني مثلاً مثلاً. اوكي ما بقى يعني بعدين بقول لك شو هن، بس تقريبا عندك هيدا حرف عين وهيدا حرف عين، العين دي والعين دي يعني او طب عين يعني عين. هل يخفى عن الناس وفي السوشيال ميديا وجوجل اول حروف من اسماء ابنائي؟ عين وعين، ما اعرفش. وجوزي وابويا كلهم عين، امبراطوريه عين يعني. انا لا دي مش هعتبرها. بتحبي احلف لك امام ربنا؟ طب يعني انت التوقع الالهام اللي هتقوله لي انه اول حرف من اسماء ناس قريبه مني عين، هو ده التوقع؟ يعني عندك عين 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 هيدا وعين هيدا، ما بعرف. طب والله ما اعرف، والله ما اعرف، اديني شوي ما اعرف. او انا اسف وقت خلاص سيبيه. على السوشيال ميديا مكتوب؟ ها؟ السوشيال ميديا مكتوب؟ طبعا. شو اساميهم؟ هو في انا مذيعة بقالي 25 سنة والله العظيم مكتوب. مدام بس عني بس ما تزعلي مني ومين زوجي ومين شغلي. ابويا تزعلي مني اذا قلت لك انه انا فعلا مش متابعة، مش متابعة. انا تابعتك لما انت تكلمتي عني. ما بتابع، ما بتابع، والله ما بتابع ابدا. قولي لي توقع وقت. تاني أصل يعني هو إيه التوقع في إنه أسماء يعني أسماء أولادي؟ لا 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 إنه شو بيعني لك هالأحرف؟ طب هلا قلت لك شهر ستة، شو بيعني لك؟ شهر ستة، ستة أو سبعة يعني حدا من أولادك. عيد ميلاد ابني شهر ستة. ما أنا شو ما بعرف لا ابنك ولا ابني عبد العزيز. طيب يعني وعيد ميلاد أبويا في شهر سبعة، وابني هيتجوز في شهر سبعة. انا ما اعرف عنك، انا ما اعرف. عندك صبيانين وخديجه. ممكن اكتب لك ورقه وتخليها معاكي؟ الف وتسعمائه وكم؟ انا بحط لك 37 40 سنه، ما بحط لك اكثر. حلوش ما مش اكثر، اكبر همي. لا لا انا بدي اكتب شيء لانه هون انت عايزه سني يعني. هو ده السؤال يعني اللي لا, لا 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 انا ده بصدم مشاهدي. انا حاكتب حاجه هنا خلاص. طيب. ما تقولي لا لا ما تقولي لا, لا انا حاكتب. طيب. لحظه نحن النهارده 2000 وكم؟ و24 24 ممكن تحتفظي بدي؟ ممكن تحتفظي بدي؟ خليها عندك.
بس بدي كاتبه عليها توقع من ورق، جا عم ناخذها وبرجع بعطيك اياها. مع ان فوق ده 2045 هذا الهامي واكثر 2045 يعني اعتقادي انه اذا الله اعطانا عمر. لا اعتقادي انه لا، بس انت اللي بتقولي انت عم يعني تقولي اعتقادك. لا انا سبحان الله من والتاريخ سيشهد، والتاريخ سيشهد. هتجوزي ولادك، هتجوزي ولادك وتشوفي احفادهم قدام كل الناس. ربنا يديني العمر والصحة بإذن الله. بإذن الله اللي عند الله مش عند حد، صح؟ أنا سنة 82 كنت بين الحياة والموت. اللي عند الله مش عند حدا. سنة 80 متأكدة؟ نحن هلا 24 صح؟ 24؟ اي 34 44 ال 20 سنة. نزل صدمت ياه. اتمنى ممكن اسالك سؤال؟ حضرتك عديتي ال 50؟ كثير؟ لا 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 لسه في اوائل ال 50. طيب 20 سنة ما حاطة. ايوه بس يعني صحتي وحياتي ما بتقولش كده. اللي عند الله مش عند حدا. طب هيدا دليل، هذا الهام. وجايز يكون ولادك. وجايز يكون وبتشوفي ولاده. اتمنى ثلاثة يا رب. وخليه عندك، بس في توقع حقوله حاطك الورقة. في توقع على القفا ده اللي في الظهر ده. حقوله حديك الورقة. يلا ده ايه؟ عن ايه التوقع تاني؟ لا التوقعات ليك، انا اذا بدعد انا وانت بالتوقعات في اشياء اكيد بدها تصدمك، بس ما البيوت اسرار والناس اسرار وانت عم تقولي كل حاجه مفتوحه، بس انا الشيء بيني وبينك ما بحياتي حكيت قدام حدا قدام الناس، يعني حتى مع الاعلاميين او كذا. انا ما عنديش حاجه اخجل منها في حياتي ابدا. انا لحالك ما تخافي من شيء، اذا كلنا بنمر باشياء صحيه، لكن ما تخافي الشيء الخطر راح، وما تخافي من حاجه خطره حتجيلك ان شاء الله. بس هذا لحالك يعني. طيب عايزه نفسي اطمن على بلدي على مصر. هستغلك. انا بس بدي اسالك سؤال عن جد ولا سوري؟ لا لا، انه انت عم تسلميني عن جد عندك عين مثل ما قلتي اسماء اولادك بالعين؟ اي صحيح. انا ما اعرف. جوزي علاء، بابايا عصام، ابني عبد الرحمن، ابني عبد العزيز. ان شاء الله. انا ما كنت، بس خديجه هي اللي خلفت. انت على فكره مدام بتقولي انه ست نضال صحتك او حبيبتي، قولي لها ليلى بتجيب اسماء ولا لا؟ بس اساليها السؤال. بس ده ما يقنعنيش يعني. لا بس انا عم بقول لك لا، بس الاسم صعب. ما حد ده انت بتجيبي حروب بتحصل وكوارث طبيعيه وناس هتتطلق وجاي تقولي لي انا المذيعة اللي قاعده معاكي عين حرف العين؟ لا انا اهم شيء صحيا، انا عندي اهم شيء انت صحيا، شريكي من دول كله. صحتك اهم حاجه، وحياتك مع اولادك وحياتك العاطفية وحياتك الخاصة اللي هي صحتك أهم شيء. أنا ما شايفة بإذن الله، بإذن الله شيء خطر حيكون على صحتك، وأنا صريحة. ندخل في مصر؟ حيعدي. ندخل في مصر. طمنونا على مصر. الوضع الاقتصادي. أيوة في مصر. يا رب. أرى أن ما يحصل اليوم من اهتزاز اقتصادي للجنيه المصري
أمام الدولار الأمريكي ما هو إلا أزمة عابرة لن تجعل الوضع المالي في مصر يهتز أو ينهار لا سمح الله، وأرى بوادر خطة اقتصادية مصرية تحمل كل الحلول والنجاح لتثبيت الوضع الاقتصادي وبشكل فاعل وعلى كل الأصعدة الصناعية أو الزراعية والمالية والسياحة، ومصر لن تجوع، فالاستثمارات العربية والدولية القادمة وبالمليارات ستجعل مصر تتعافى وتعود إلى الواجهة الاقتصادية أقوى من السابق، لأنني أرى أن ما يحصل في مصر اليوم هو أزمة اقتصادية مفتعلة بسبب مواقف مصر الوطنية وموقف قيادة الرئيس السيسي الحكيمة ضد الحرب وتهجير الشعب الفلسطيني. لذلك أرى أن مصر ومعها الرئيس السيسي لن تتراجع ولن ينالوا من مصر واقتصادها وقيادتها وشعبها مهما كانت الضغوط أو أي ظروف. وأخيراً أقول إن الدولار الأمريكي لن يربح الحرب أمام الجنيه المصري، ودي رح خليلك إياها هنا عشان تفتكرين. ممكن أقول فضل. حاجة؟ نعم. الله أكبر، قل أعوذ برب الفرق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. صح، صدق الله العظيم. مدام بسمة، الله يفرح قلبك، خلي دي عندك عشان هتقولي بأحد الحلقات مدام ليلى قالت كده. الله أكبر، بإذن الله. تتوقعي إيه كمان؟ سيشهد. ده اقتصادياً. ده اقتصادياً، اللي أنا شايفة إنه يعني أنا مش قلقانة على مصر. الله يحميك يا مصر. الجيش المصري حيكون أقوى من السابق، وشايفة مساعدات قوية على فكرة، جدا أقوى من السابق جدا، وحيكون أقوى كمان. في إيه كمان؟ شوفي، نحن يعني الناس تعودت أن دي مصر، ادخلوها أمنين، دي مصر. لو الدنيا كلها جاعت مصر ما بتجوع، لو الدنيا العالم كله جاع مصر ما بتجوع. هذا اللي أنا شايفته لمصر. وأنا سبحان الله ثلاث دول بالعالم اللي ممكن أنا أعيش فيهم مرتاحة. أول شيء أنا كمصرية وكباسبوري مصري، عندي مصر، عندي لبنان فوق كل فقر وكل اللي هو فيه، وبلدي الثاني اللي أنا بعده أو الثالث السعودية، اللي ممكن أنا أعيش فيهم الثلاث دول دول. طيب سؤال يهم الناس جدا، شعب مصر ومن خارج مصر. نعم. هل الشعب المصري يتشجع ويروح ويعمل مشاريع؟ وأي نوع من المشاريع ممكن يدخل فيها؟ مثلا مشاريع الشراء، العقارات، البنى. أنا بشوف مصر بدها تعمل بالاستثمارات العقارية. الناس يلي بدها ولا حتعمر؟ حتعمر، نحن نقول بدها يعني حتعمر. أيوة، حيحصل فيها انفراجة في الاستثمار العقاري، في الاستثمار العقاري، ذهب، الفضة، الحديد، أي حاجة مدام بسمة نشتريها دلوقتي. يعني أنا بشوف من دول عربية ومن برا بيجوا بيستثمروا في مصر وبيشتروا في مصر، لأنه ده يتذكروا عندهم فيجن، يعني نعم، رؤية مستقبلية. صح، لأنه أنا بشوف بعد سنتين وثلاثة، يعني العقارات في مصر من 10 سنين قد إيه كانت ودلوقتي كم؟ عم تزيد. وافتكريني بعد سنتين. صحيح. سنتين مش أكثر لفوق. طبعاً بشجعهم يستثمروا بمصر ويشتروا عقارات في مصر ويشتروا ذهب، يشتروا فضة، يشتروا حديد. دي وتفرجي بعد سنتين ثلاثة وين حتصير العقارات في مصر. إيه كمان؟ في 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 اكتشافات كتير بتصير بمصر الدولة ما أنا عارفة فيها. اكتشافات
ثمينة جدا غير الأثرات. يعني احنا ما عم نحكي عن الأثرات، نحن عم نحكي عن ذهب، نحن عم نحكي عن الغاز، عم نحكي بترول، عم نحكي المناجم. هذا اللي أنا عم بحكي عنه، المناجم. نعم هيكتشفوا أشياء بتغني مصر لو ولد 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 الولد مثل ما بيقولوا. هذا اللي حيصير في مصر. بشرة خير. في توقعات دولية؟ لا، أنا كتبت لأنه إجاني مدام بسمة أنه كلهم بيسألوني على التليفونات عن اقتصاد مصر، الجنيه المصري، عن الدولار كتير. عشان كده كتبت. من جوا مصر ولا من برا مصر؟ من جوا مصر أكتر شيء. عشان كده كتبت أنه بتردي عليهم. وحتى في ناس بيقولوا لي أنفاد عنا فلوس وين نستثمر فيها؟ مصر. قلون مصر طبعا، الناس تستثمر في مصر. نعم. طيب أنا خلصت حواري معاكي، بس في حاجة مهمة يا جماعة أنا حابة، يعني إنه في حوار أنت طلعتي فيه على إحدى القنوات اللبنانية. نعم. ورديتي على الفيديو بتاعي. نعم. وقلتي إن أنت رحتي المطعم بتاعي وإنك أنت ما كنتش تعرفي إنه بتاعي، وقلتي إنه أنا اتهامي ليكي بإنك أنت مخاوية جن، ده مش صحيح، وأنت ممكن إنك أنت يعني تعرفي بقى أرقام خزن بقى. عايزة ردك تاني بما فيه تفسير عشان عندي رد ليكي. طيب أنا حردلك على أربعة وخلي الناس كلها ترتاح ويقعدوا يدوروا من هون لمية سنة مش هيعرفوا اللي بيتقالوا عليكي دايما. ممكن أربعة. أقولهم لك؟ فضل. يا ست ليلى أنت مخاوية، يا ست ليلى أنت مع الاستخبارات، أنت مع المخططات، أنت يا ست ليلى مع الماسونية. ردك إيه؟ ردي أنه أنا أول شيء لو أنا مع الماسونية ما كنتش قاعدة في لبنان، كنت قاعدة برا وأخدين لي بيت وعايشة برا. لا، لو أنا أنت مش هتعرفي تؤدي الهورك بتاعك وانت عايشة معي. لحظة، أنا مع الماسونية بوقف على باب السفارة الفرنسية لأخذ فيزا شنغن؟ ليه ما عندي إقامة؟ ليه ما عندي باسبور أجنبي؟ ما عندي باسبور أجنبي، أنا عندي باسبور لبناني وباسبور مصري. هاي أول شيء. ثاني شيء، أنا بوقف على باب السفارة لأخذ فيزا وعسنة. ثاني شيء، المخططات ما حدش، أنت حضرتك لو عايزة تخططي حاجة بتروحي بتخبري كل الناس عشان تعرف أنت بتخططي إيه؟ عايزة أوصل للناس حاجة. أنا عاملها استراتيجية. هم حيقولولي نحن حنقتل فاغنر عشان هم حيقولولي يا حياتي لحظة. طب خليني أتكلم. هم حيقولولي نحن حنقتل فاغنر، حيقولولي الحريق بتاع العرس حنحرقه في العراق، حيقولولي طب ما كان متوقع فاغنر يتقتل. طبعا حنقتل. لحظة طبعا. طب ليه ما حدا طلع توقعها؟ أنا قلت في طيارة. طب ما ممكن كان يتقوص ولا يقتلوه. قلت في طيارة. الحريق قلت في العراق حددت. يا مدام بسمة، يلي الزلازل من أيام سيدنا آدم وحواء، لكن أنت بتحددي وين الزلازل؟ 200 دولة بالعالم، أكيد من 200 دولة هتقولي أنه في زلازل وفيضانات طبعاً، بس أنت عم بتحددي. أنا حددت المغرب، حددت ليبيا شو حيصير فيها، سوريا، تركيا، اليابان 9 درجات، عم بعطي كمان كم درجة. مين حيقلي كم درجة؟ عيب والله عيب. طب انت ما بتشتغليش مع الاستخبارات؟ هم المخابرات ما بيعرفوا شو بده يصير. عفوا، ممكن اقول لك شيء؟ اخواننا الابطال من غزه يوم 17 تشرين، ليه المخابرات ما عرفت؟ ليه المخابرات ما عرفت 11 سبتمبر؟ رح اقول لك شيء، المخابرات ذاتهم الله يرحمه، الله يرحمه شهيد الوطن انا بعده وسام الحسن، كان هو بالمعلومات. أنا قلت ده في لبنان؟ نعم. أستاذ نشان حط صورة وسام الحسن، قال لي شو بتتوقعي لوسام الحسن؟ كده برم الطاولة صور سياسيين وأمنيين. قلت له أنا طيب خايفة يعني عليه. الاستخبارات بتستعين بيك يا هو؟ حبيبتي نشان هو حط صور، عم يحط صورة فرنجية وزراء. إجت قائد الجيش وإجا الله يرحمه وسام الحسن. قلت له لنشان حيا يرزق، وعندي الفيديو. قلت له أنا خايفة على وسام الحسن وشايفة فيه انفجار في الأشرفية. بعت وراي، رحت له قلت له أنا خايفة عليه.
قال لي ليلى نحن مين بيسترجي يحكي معنا؟ مين بيسترجي يعني؟ هيك قال لي. وقال لي كيف بتعرفي؟ قلت له كيف عندي احساس. وراح الله يرحمه. طب ست طيب ليلى هيدي كيف؟ لما قلت في كارثه ببيت امين الجميل مات الشيخ بير الله يرحمه، لما قلت على جبران التويني مين؟ طب انا لو حد بيقول لي بروح بقول لهم انهم انتبهوا وانا هي نبهتكم انتم كذا. طيب ست ليلى انت متفقه معي على انه في ناس بتبقى على طاعه، احنا الدنيا كده، في ناس بتبقى عايشه في طاعه، في ناس بتبقى عايشه في معصيه، صح؟ الناس منقسمه اتنين. نعم. في كل الاديان. هل انت بتتوقعي للصالحين اللي على طاعه؟ نعم. ولا ممكن تتوقعي كمان للي في معصيه؟ لا يعني توقعك ده لنوعيه من الناس؟ لا، كل الناس. كله؟ كل الناس. انا لو طلعت برا وشفت واحد مارق فقير ويقول لي بتشوفي لي، واكيد يعني بتشوفي لي انا بتجوز بجيب اولاد ولا لا، يعني اكيد بجاوبه، يعني بجاوبه. انا مع الناس، انا ابتديت من الناس قبل ما اكون اطلع. لا لا، والناس هي قدام، بس ما انا قاعده في حالي. انت جيتي لقيتي كل حاجه مظبوطه، بتروحي بتقولي لصاحبتك، صاحبتك بتقول لفلان، وكده الناس برد. طيب ممكن عليا اخر سؤال بس انا رح اقول لك شغله. هل يخفى شيء عن الدوله؟ بس مدام بس ما عم بسألك، الحاجه الوحيده اللي تخفى عليها هي الجن. لا، ما فيش جن. لو في الجن يا مدام بس ما الجن يا حبيبتي مخاوية. اللحظه الجن هيقول لي ده هيتطلق وهيتجوز وده وده. الجن بيعلم بالغيب؟ لا، انتوا بتقولوا ما حد بيعلم بالغيب الا ربنا. مش غيب. طب كان ليلى افهميني عشان تعرفي تجاوبيني. طيب. خلاص بيسمع وبينزل بيقول لي. لحظه حبيبتي، بيسمع وبينزل بيسمع واسترق السمع ويجي. طب استني والله شيء بيضحك. الجن هيقول لي الغواصه حتنزل في البحر وحيموتوا فيها كذا، فاجنر حيقتلوه، رئيس سريلانكا حيهرب، فلان حيجي رئيس ده ايه ده؟ لا انا متفقه انه مش هيقول لك كل ده. ايه ده؟ بس ممكن يبقى عارف. طب لما قال لي الجن بس لحظه ممكن يبقى عارف ان هو عم عايزين يقتلوا فاجنر في الطياره. الجن غلط لما قال لي انه ترامب هو حيربح. انا كنت قايل كلينتون وربح ترامب. غلط والله عيب. شايف الاتفاقات كانت كده والله عيب. شايف الديل؟ ديل شافه من السماء ونزل وقال لي ترامب. ايه ده؟ نحن عايشين بعصر غابه، قذاره، جهل. ما حد. انا بقول لك شغله واحده، الناس كلها لو اجتمع الانس والجن ليعرفوا شو في عند ليلى عبد اللطيف، ما حدا حيقدر يعرف. ونقطع السطر، اللي بيعرف هو رب العالمين، وهذا بيني وبين ربي، وربي هو اللي بحاسبني مش العبد. كل واحد يروح يشوف نفسه ويشوف حاله ويشوف مصايبه. يعني سابوا كل الفساد اللي في الدنيا وكل شيء عم بيصير، بس مسكين ليلى عبد اللطيف لانها بتتوقع. يا اخي في مليون واحد بيتوقع. محيره؟ لا محيره، لان توقعاتك بتحصل. توقعاتي بتحصل، هذا من رب العالمين مش منا، من ربنا. عطيني هالنعمه يا جماعه. بص ربنا حطيني قهوه بقى. انا رح اقول لك حاجه، انا رح اقول لك تعبانه. طب انا رح قلبي مصدقك وعقلي رفضك. ما فيش حاجه اسمها جن. لو في جن عقلي مع الشرع والدين. استني لو في جن اقول له تعال اديني. لا يعلم الغيب الا الله. يا مدام بس ما استني، ما انا عم بقنعك. لو في جن اقول له تعال اديني ارقام اليانصيب اللوتو، اديني رقم خزنة مدام بسمة. معلش ثانية واحدة. لا لحظة، يجيبها لك هتعملي ايه يعني؟ هتدخلي بيتي ازاي؟ هتدخلي ايه؟ هتدخلي بيتي ازاي؟ لا جاب لك الجن رقم خزنتي، هتدخلي بيتي ازاي؟ لا مش ادخل بيتك، انا اعطيكي رقم خزنتك مثلا. عشان ايه؟ لا انا عم بقول لك انه ليه ما اعطاني ارقام اللوتو وربحت المليارات من برا وقعدت ارتحت، حطيت ايد على ايد وارتحت. يمكن اللي انت فيه ده مربح اكتر. لا انا عم بقول لك يعني انه عيب والله عيب. الجن فاضي يا اخي. انت انسانه متعلمه يا مدام بسمه. ما فيش حاجه اسمها، شوفي ما فيش حاجه اسمها لا جن ولا شيء. الجن اي جن من انا وطفله 12 سنه يجي الجن ويضل معايا ويقول لي على كل حاجه. يعني الجن هيقول لي على 200 دوله في العالم. وتتوقعي ان ياسمين واحمد العوضي هيتطلقوا قبلها باسبوعين ولا 10 ايام؟ طيب كمان ايه ده يعني؟ الجن كمان قال حيب. طلع سمع بالسما انه
فوق. طب حيرجعوا؟ فوق. لحظة، طلع سمع إنه عن ياسمين وعن فوق. حيرجعوا؟ إيه ده؟ أنت بتصدقي بالكلام ده يا مدام بسمة؟ هاتي بوسة. أوعوا 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 يا ناس. أنا قلت مدام اللي بحبها قوي ياسمين ونفسي أتعرف عليها، قلت إنه بشوفها الحب حيدق بابها وحتعيش سعيدة، والحب حيدق بابها. هيدق بابها يعني حد تاني غير أحمد العوض؟ يعني مش هترجع لأحمد العوض؟ لا لا، ممكن يرجعوا، أنا ما عنديش الأسماء تبعت. الحب يدق على باب ياسمين عبد العزيز وعلى قلبها، ده يعني مشاعر من أول وجديد. مشاعر؟ لا، الحب معنى كلامك. لا، الحب يدق بابها ممكن يرجع. لا ممكن يرجع. ما تزغيش مني. إن شاء الله بيرجعوا يا رب. طب شيرين وحسام؟ لو رجعوا لبعض ما بكف. يعني إيه؟ لا، لو رجعوا المشوار، شيرين بعدها صغيرة، مش هيكملوا مع بعض. مش هيكملوا المشوار. زيجة غير ناجحة. زيجة غير ناجحة. يعني ما مش هي يعني صحيح. حاجة مش بتكتمل يعني. صحيح. تنصحي شيرين بإيه؟ نفسي تنصحيها نصيحة. أنا بحبها. عمرك قابلتيها في الحقيقة؟ بحبها قوي، قابلتها ببيروت وسلمت عليها. طب انصحيها نصيحة. أصل أنا كمان بحبها وأنا أنا بموت فيها وبموت بصوتها. وطيبة. جدا وكريمه ونفسيتها حلوه جدا. طب انصحيني جدا. والله انا بقول لها واحده، نحن مش بس انا، الناس كلها عايزينك ترجعي زي زمان. نحن كنا شايفينها بوبي لعبه. ترجعي زي زمان لانه صوتك ما في منه اثنين. هترجع ولا لا؟ بترجع باذن الله، بترجع. طيب شيرين اللي شفناها في بدايتها حترجع بإذن الله. أنا بقالي مع الناس 28 سنة. مع ناس معينة؟ لا، مع الناس. مع الناس. طيب. في توقعات. طيب. ولا حد من الناس طلع قال ليلى عندها جن أو في جن. مش فارق معاهم لأنك بتقول لهم أخبار وخلاص. لا، أنا مش مهم بتجيبيها منين. أنا هيدا بريئة منه مدام بسمة، أمام الله أنا بريئة من هالشي، وأنا مني هيك. وأنا وربي شاهد على كلامي إلى يوم الدين. وأنا مصدقك. وما زالت ليلى عبد اللطيف لغز، محيرة للعالم ولغز. صح. فاصل، وبعد الفاصل مواجهة بقى مع شيخ العرافين. وعديني ان احنا هنعمل حلقه بعد رمضان. نعم. على سكيل اكبر. اوعدك. ونبقى براحتنا اكتر، لان احنا برضو في رمضان انا برضو. صح. في حاجات مش قادره اتكلم فيها. صح. ولا اتبحر فيها. صح. هو عايزه اقول لك اول توقع كان عبر اذاعه صوت الغد مع الاعلاميه ريمان جيم، ونجحت مع نيشان لانه كل الحلقات كانوا مزبوطين، والاستاذ توني خليفه، والاستاذ والسيده نضال الاحمدي، ومع رودولف نجم. كله بس ولا توقع النهارده. لحقلي. يعني اقتصاديا لبلدي دي احلى حاجه انا طلعت بيها من الحلقه النهارده. اول توقع اللي خلى ليلى عبد اللطيف اجت السي ان ان وعملت معي مقابله، هو لما قلت شايفه ناس قبل بتسعة اشهر يا مدام بصح ولا لا، والناس هي بتدل بعضها. بشكرك على الحلقة الحلوة دي، ومشاهدينا تصبحوا على خير، ونشوفكم في حلقة جديدة من العرافة.